هذه مشكلة كبيرة. أنا قلت لازم الأب والأم يهيئوا أولادهم ولادهم ويدربوهم. أنت كان قلت كنت راح تنجح وتببيه، أو بنتك عشان هذه كان مشكلة حتصبح في عيوب، لأن تو في كل كبير وصغير طول بيجوك الجار وكيف بندير كيف بندير. ولما العملية تخش فيها الأهل من جهتين خاصة حيزيد لك طين بلة، حتى كان صار أي صراع. تحمل المسؤولية شيء راي مهم جدا. أنت لما تجوز ولدك أو تجوز بنتك تتأكد أنه الشخص تحمل المسؤولية، باش نتأكد أن هالأمان هذه اللي أعطتها لأولاد الناس أو البنت اللي مشت لولد الناس أو الولد خدمة بنت الناس أنه مقدر الأمانة هذه وصاينها. هذا علاش تصير هالمشاكل هذه زي ما قلت حضرتك، أن يكون شخص بيتجوز تلقاه قاعد بوه يجيب له في الخبزة، ولا بوه قاعد يقضي له، أو أن هي تجوز قاعد أمها تبعت له في 12 نتاع الغداء الحوش. هذه مشكلة راهي كبيرة. احنا كل يوم قضايا في المحاكم تصير بالشكل هذا، لا بالعكس تحمل مسؤولية لازم يعني التربية الصحيحة والدور الأسري في إعداد أكيد أبنائهم لهذا الأمر هو من الأهمية بمكان، باش يتخطوا المرحلة الأولى بسلام. لأن الاعتمادية شيء مهم، من خاص نعلمها لولدي ولبنتي باش نتخطى الحاجز هذا. لو كان كل شيء بندير عليه أنا، وفي أنا شفت حتى بعض العائلات، يعني في ولد أنا هو تجوز ولده ما يشتغلش، راقد في الحوش، راقد من نصف يصرف عليه أبوه، حتى مرته تمرض ما يعدلش عليه، هنا يرفعها يا أبوها يا أختها تسوق في السيارة يا أخوه يسوق، هو اللي يرفعها ويجيب. هذه راهي مشكلة. أنت تصدم بالواقع لما يكثر العيل اثنين ثلاثة وأربعة حتصير مشكلة. لما تصير مشكلة شيء بيصير، عملية إسقاط مش على الصاد، تصير على الطرف الآخر ويطلق الطرف الآخر وتصير مشكلة ويخشوا في المحاكم والأسرة تنشأ تتبرطع أو يصير شرخ في الأسرة بصفة عامة. يعني طيب في ماذا يتمثل دور الأسرة في إعداد أبنائها؟ يعني يعد هذا الإبن وتلك الفتاة من أي ناحية؟ من ناحية سلوكية، من ناحية نفسية، من ناحية تربوية، من ناحية عقلية. البو والأم يعرفوا هل ولدي هذا يستاهل، معلش سمحنا بكذا، إن هو يتجوز ويكون أسرة؟ هل هو حيعبأ بها بنتي هذه؟ هل بالحق أني نقدر نعطيها لولد الناس ونتهني عليها؟ أيوة، ونتهني عليها بنتي هذه أو ما نقدرش؟ إن معظم الأخطاء تصيب الأم والبو، ولدي يسلم عليها بنتي يسلم عليه، هم الزوز ما فيش يرعوا دجاجة بلا مواخدة. هذه راهي مشكلة كبيرة. كيف أنت تحمل الأزر من تحت تخش في الإتم؟ معقولة تعطي بنتك لولد الناس ما تعرفش كيف تستقبل حتى ضيوف وتقول حتى السلام عليكم، تقول كيف حالك الطيب، هذا فم بكبكة، أو أن ولدك تسجد لبنت الناس ما يعرفش يغير حتى قومة متاع سيارة بلا مواخدة، أو قفل الباب كضرب مثل ما يعرفش يجيب حتى كمشة خضرة، لا والله خطر عليه قومة السيارة كله ما يعرفش يجيب حتى كمشة خضرة من السوق. هذه راهي مشكلة، راهي كبيرة مشكلة. ايوا بنادم يدور في كسبره، اي اوكي يعني خضره من السوق كويس، لكن قمه سياره اللي هو قاعد يوقف تنطبق بين قمه. انا والله مره شفت موقف سامحني قديم شويه، واحد واقف مدرس سياره استغربت، شوف المراه تدير في القمه وتقيم بالكريك وهو واقف يتفرج. قلت له صح عليك والله، قال لي لا ما عنديش الصح عندي الجهد، يعني يشوف اللي نتوصله غرب العاني، فهمني كيف؟ هي وقفت هدرس على المراه، قلت شو بدي؟ قلت لي واخذ راجل مببي. يا سلام، قلت لي طايحه في راجل مببي كيف بندير لنا هيك؟ فزادته زادته مببي. هذه المشكله، وين يقعدوا يعانوا ويخشوا في المشاكل المستقبل ويقولوا كيف وكيف. سنه اولى جواز قبلها لازم يسبق اللي هو التاهيل والتدريب، انك تاهل ولدك وانك نخاش لمرحله راب يكون فيها اسره، مش غير جواز ومتعه وفرح وسرور وطلوع وتهدريز وشهر كذا كذا شهر، لا، انه راب يكون اسره وبيعبى بها، انه حيكون نوافي لانه موجوده في المجتمع. كان يصير فيها اختلال هم حينسبوا بالواقع في المستقبل، لان احنا اخر دراسات عندنا واخر البحوث تقول ورا نسبه الطلاق عندنا زايده، الارقام راهي كبيره جدا جدا ورهيبه. كانت بنعرضها، كان بنتكلم عليها. نعم، انت عندك احصائيات؟